اهلا فيكم في الحلقة رقم 12 من الطريق إلى كندا. كل شوي بتزيد عدد الحلقات شكلها لأنه الموضوع كبير ومهم جدا وأنتم كلكم مهتمين فيه، وبحاول قدر ما أستطيع. أنا شايف التعليقات لأنه بتكون أكثر إشي عربي، لكن عم بحاول قدر الاستطاعة أني أترجم للعربي قد ما أستطيع، لكن هذه معلومات أجين هي بس معلومات بداية أو أساسية. أهلا وسهلا فيكم في الحلقة 12. الحلقة 12 راح تكون عن الكيرجيفرز. طبعا هي الكيرجيفرز، خلينا نكون واضحين، هي مش طريقة للهجرة، هي طريقة للعمل في كندا. بدأت حديثا قبل أشهر في جون 2019. إذا بدك واحد يجلس زي ناني تجلس مع أبنائك، أو واحدة تأخذ تكير مع الناس الكبار بالسن أو العواجيز طبعا، أو المقعدين أو اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة. طبعا لازم يكون إليجيبل إنه يجي، العمر والأمور هاي، وإنه يكون عنده جوب أوفر في واحدة من هدول التنتين. هذا بايلوت بروجكت أجين، بحاولوا إنهم يخففوا من ضغط على موضوع الكير جيفرز. بعطوه work permit أو تصريح عمل في كندا temporary، فهو ليس دائم، أوكي؟ هو عبارة، لكن ممكن بعدين يقدر يتقدم. لازم يشتغل في هدول الوظيفتين، ما بقدر يجي هون مثلا على هاي الوظائف ويشتغل بشغلة ثانية، وبدوش labor assessments، ما بده اللي هو NOC اللي حكينا عنه أكثر مرة، والورك اكسبيرينس برضو بعطيك ورك اكسبيرينس بس ما بحتاج، ممكن بعدين تقدم للبيرمننت ريزيدنس. اوكي، سو لازم يكون عنده شويه اكسبيرينس في الكير جيفرز، سنة على الاقل بده يجيب شهاده بهذا الموضوع، الميت المينيمم لانجويج والادوكيشن. سو بدي اشوف اللانجويج هون، خلينا نشوف اللانجويج. هذا اللي هو خمسة in all four abilities، يعني لازم يكون معاه خمسة في ال language test. اوكي، بعطوه temporary زي ما حكينا work permit، وبعدين موضوع بكون يعني عايش هون باخذ فلوس، و بقدر بعدين يقدم على الهجره او permanent resident. اوكي، سو طبعا البرنامج The Caring for Children Program ended في جون، سوري، انتهى في جون 2019. احنا في البداية ايش قرأنا؟ انه as of June you may be applied to. اوكي، سو انتهى الموضوع. اللي قدم قبل جون 2019 بيقدر يقدم الان على ال permanent residence، وهذا كان موجود في 2019. فأنيوي هذا هو البرنامج، ليش نحكي عنه كتير؟ لأنه يعني حالات قليلة، وهو ما بعطيك immigration وبعطيك work permit. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.